وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان الآية 32. النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية تلو الآية ثم طبق كل ما أنزل في القرآن بنفسه. لو فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله جملة واحدة لم يكن الناس ليفهموه، ولكن عندما يتلى القرآن آية آية ويطبق ما فيه فإن الناس يفهمونه تماما. على كل حال، هو أمر سهل جدا بالنسبة لله سبحانه أن ينزل سورا وآيات طويلة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ذلك، كما أن الله سبحانه قادر أيضا على أن ينزل القرآن جملة واحدة لو أراد ذلك. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الأمور بطريقة مثالية مستشهدا بالآيات القرآنية، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بليغ في تعبيره أيضا، كان دائما ما يدحض ادعاءات خصومه ودائما ما يهزمهم كل مرة.